ما اظنش ان في حد مننا يكره انه يتفاجئ بجبال حسنات بتيجي قدامه من غير حتى ما ياخد باله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والأخبار عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وتمام. قلنا ان اول حلقة من الريبراندنج او اول حلقة من البرنامج تكون بداية خير كده بحسنات كتيرة جدا، جبال حسنات من غير ما تاخد بالك. ومين فينا اللي يكره ان هو يجيله حسنات كده عمال على بطال، سواء بقصد او بغير قصد؟ زي ما في حكمة بتقول يثاب المرء رغم انفه، فاحنا هنتكلم في ثلاث تطبيقات ابسط من بعض بيجيبوا لك حسنات كتيرة جدا ومن غير ما تكون انت قاصد انك تدخل عليهم، ومجرد الحسنات بتيجي لحد عندك دليفري يا سيدي. بس قبل ما نبدا ما تنساش انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا اهو، زرار السبسكرايب اللي عندك هنا اهو، او العكس على حسب لغة اليوتيوب اللي عندك. واذا لم تضغط فاعلم ان هو اللي منعك. اول تطبيق معانا هو تطبيق نختم. التطبيق ده فكرته بسيطه جدا، انت في اي وقت لو انت بتستخدم الموبايل قفلت الشاشه فتحت الشاشه يظهر قدامك ايه، مش بس ايه، تظهر قدامك آية ومعاها تقدر تشوف التفسير بتاعها، وتقدر كمان تسمع الآية من خلال صوت القارئ اللي انت بتحبه. بعدد الحروف التي قرأتها منذ استخدام البرنامج هما 2562 حرف، يعني شوف بقى كم حسنة. طبعا من الحاجات الجميلة اللي بتميز التطبيق ده هي المرونة في الإعدادات، يعني انت لو دوست على علامة الترس بتاع الإعدادات دي هتلاقي في عندك اكتر من لغة، هتلاقي في عندك في اكتر من رواية، طبعا الرواية اللي انا مختارها هي رواية حفص عن عاصم، هتلاقي في عندك حجم الخط والكلام ده كله، وفي نفس الوقت بقى في عندك عرض الآيات، عايز الآيات تعرض كل مره بتقفل وبتفتح الشاشه، ولا ممكن تختار وقت محدد. طبعا مش دي بس الاعدادات اللي موجوده، يعني عندك في تفعيل القراءه التلقائيه لو انت متصل بالانترنت، وفي طبعا عرض عدد الحروف مع الايات، وفي عرض التفسير مع الايه، ودي اللي انا مختارها علشان كل ايه تظهر قدامي اقدر اعرف التفسير بتاعها. لكن برضو في احصائيات فوق كده بتعرفك هل انت مواظب على حاجه زي كده، هل الموضوع مثمر معاك ولا محتاج تزود شويتين علشان تحصل، لان الحسنات دي عباره عن سباق، وربنا يجعلنا جميعا من الناس السباقين في السباق ده. وطبعا في تحت برضو زي ما قلنا التفسير بتاعها، وكمان تقدر تشغلها او تسمعها بصوت القارئ اللي انت مختاره، لكن لازم يكون في انترنت علشان تشتغل معاك. اما تاني تطبيق معانا هو تطبيق اذكار المسلم. التطبيق ده تقريبا نفس الميزه بس بشكل مختلف شويه، هو بيظهر لك الاذكار علشان تواظب على اذكار الصباح واذكار المساء، وكمان بيظهر لك اذكار معينه ما بينهما بقى تظهر لك على مدار اليوم، ولو في اذكار معينه انت بتحبها ومش موجوده تقدر تضيفها، بحيث ان في اي وقت وانت ماسك الموبايل يظهر لك شريط كده فيه الاذكار دي، تقرا الاذكار وبعدين بتدوس على الشريط عشان يختفي. وطبعا برضو من مميزات التطبيق ده انه فيه مرونه كبيره جدا في الاعدادات، يعني تقدر تختار معدل ظهور الاذكار، عايزها تكون بشكل نادر ولا بشكل منخفض ولا بشكل عالي اللي هو من اكتر من 20 مره في اليوم على مدار اليوم بشكل عشوائي طبعا. وعندك طبعا كمان تغيير الشكل او تغيير الثيم اللي بيظهر بيه بحيث يكون الموضوع مشوق اكتر، او يكون التطبيق واجهته ممتعه للاستخدام اكتر علشان يشجعك على استخدامه. وزي ما قلنا من افضل الحاجات اللي موجوده فيه هو انه بيخليك تتابع بشكل مستمر على اذكار الصباح واذكار المساء، ولو في ذكر معين انت بتحب تقوله فالتطبيق ده عبقري في حاجه زي كده. فلو انت من الناس اللي بتستخدم الموبايل بشكل كبير جدا او دايما الموبايل في ايدها وكل شويه مثلا تقفله وتفتحه علشان تتابع حاجه معينه سواء لشغلك او لوقت فراغك، فالتطبيق ده بالاضافه طبعا للتطبيق اللي قبله تطبيق نختم بيكون عباره عن حسنات كتيره جدا بتتعرض قدامك من غير حتى انت ما تاخد بالك. واستكمالا لسلسله الحسنات، فالتطبيق الثالث اللي معانا هو تطبيق فري رايس. تطبيق فري رايس هو تابع لمنظمه الغذاء العالمي، هو تطبيق بسيط جدا، بتدخل وبتعمل اكونت او بتسجل دخول عليه، وبعد كده بيظهر لك اسئله، مع استمرار حلك للاسئله دي بتدخل من مرحله للمرحله الثانيه. مع كل مرحله هما بيتبرعوا ب 10 حبات رز او قيمه 10 حبات رز من منظمه الغذاء العالمي لصالح الاماكن الفقيره اللي تدعمها منظمه الغذاء العالمي اللي للاسف فيها مشكله في نقص الغذاء. يعني انا مثلا لما فتحته كان ظاهر قدامي حاجات زي مثلا يعني جدول ضرب في اول مرحله، يعني مثلا 6 في 11 بكام، 5 في 12 بكام. بعد ما تخطيت اول مرحله لقيته ظهر لي الرساله الجميله دي في الاول، فبتحسسك كده انك يعني عملت حاجه كويسه، اللي هو انت كده ساهمت بشكل كبير جدا، بتحس فعلا ان في خير انت عملته. وفي نفس الوقت عباره عن جبال حسنات بتجيلك وانت بتستمتع بالموضوع، يعني دي المرحله الاولى، تدريجيا بيكون الموضوع عباره عن فوازير ممتعه بشكل اكبر. وبس كده، دي كانت حلقه افتتاحيه لبرنامج الجديد، برنامج الباحث، وان شاء الله تكون بدايه مبشره وبدايه خير، بدايه حسنات. ما تنسوناش بس في دعائكم، ولو في اي شخص حابين تفيدوه بحاجه زي كده يا ريت تشيروا الفيديو ليه علشان يتفرج عليه، علشان سلسله الحسنات اللي بدات مني وبدات من الناس اللي قبلي اللي رشحوا لي التطبيق ده تستمر ليك وللناس اللي انت هترشح لهم الفيديو عشان يتفرجوا عليه. ما تنسناش في الحسنات يعني. ولو عندك اي فكرة او اي موضوع عايز تعرف تعمل عليهم اي تطبيق او اي موقع او اي حد جاب سيرتهم على الانترنت ولا، سيبهم في التعليقات ومش هتأخر عليك. نلقاكم على خير.